من شمال المملكة وتحديدا بلدة مرحبا في لواء الكورة، مزارع متخصص في زراعة البطيخ الأصفر. فخلينا نعرف أكثر عن هالبطيخ والفرق بينه وبين الأحمر، ندردش إحنا وسيد محمد على الهواء. يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك. يسعد مساك وحياكم الله. يا هلا يا هلا، كيف حالك؟ إن شاء الله تمام. حياكم الله. يسعدك. طيب سيد محمد، يعني اليوم عم نحكي انه هذا شيء جديد بالاردن، زراعه البطيخ الاصفر ولا لا؟ والله هو شيء جديد، يعني تقريبا البطيخ الاصفر العام احنا زرعناه كان اول سنه. نعم. ويعني ما بعرف، حب فضول او كذا او طعم الزاكي، يعني خلى انه خلى ينتشر بسرعه. يعني السنة توسعت زراعته كثير عن السنة الماضية. آه والله، والزراعة تحديدا بالشمال عم تنجح بالنسبة للبطيخ الأصفر؟ نعم نعم، احنا انا ضابط متقاعد من سلاح الجو. نعم. قبل 4 سنوات فكرنا بزراعة البطيخ البعلي اللي كان يزرع قديما. يعني بسبعينيات القرن الماضي. نعم. فعدنا زراعة البطيخ وكانت تجربة ناجحة جدا، اللي هو البطيخ الأحمر. ايوه. من 4 سنوات لغاية الآن اللي يعني اللي البطيخ ناجح. أدخلنا زراعة البطيخ الأصفر السنة الماضية. وكان يعني نحكي الناس عندها نحكي اللهم صل على سيدنا محمد، كانت مبسوطة كثير على البطيخ الأصفر، طعم الزاكي زاكي أزكى من الأحمر بيجي. بدي أسألك، يعني شو اللي بيميز طعم البطيخ الأصفر عن الأحمر؟ نسبة السكريات فيه أعلى. حلو أكتر. نسبة السكريات فيه أعلى وأحلى بيجي من الأحمر. الحجم بيجي، بس بفرق عنه بالحجم، الحجم اصغر بيجي، بطيخ حجمه اصغر من البطيخ الاحمر تقريبا، يعني 3 كيلو 4 كيلو زي هيك البطيخ. وللتوضيح، البطيختين قشرتهم خضراء ولا البطيخ الاصفر قشرته مختلفه؟ لا، البطيخ الاصفر والبطيخ الاحمر الاثنين قشرتهم خضراء. نعم. وشو الصوره اللي بعثت لنا اياها اللي قشرتها صفراء؟ قبل سنه كان في عندنا بطيخ لونه اصفر من الخارج واحمر من الداخل. ايوه. بطيخ كمان نسبه السكريات فيه عاليه جدا، وأحجامه نفس الشيء تقريبا 4 كيلو 5 كيلو. رائع جدا، برضه مميز طعمه. نعم مميز جدا. نعم. يا سلام. طيب والبذور من وين تستوردوها؟ والله البذور أمننا فيها الشركة. طبعا البذور من شرق آسيا، من ماليزيا وما ماليزيا. بالأصل البطيخ الأصفر كان يزرع قديما بأفريقيا، وانتقل من مصر للهند قديما، يعني كان يزرع. واصل البطيخ هو اصفر، اصل البطيخ اصفر، الاحمر هو الطفره. والله. نعم، اصل البطيخ هو اصفر، الاحمر طفره وراثيه، وانتشر الاحمر، ولا بالاصل الاصفر هو البطيخ الرئيسي. ايوه. والبطيخ بيكون بدون سماد صحيح زراعته؟ البطيخ البعل عندنا نعم بدون سماد، وطبعا بيعتمد على مياه الامطار عندنا احنا، انا بحكي. اما مثلا المناطق الصحراويه والمناطق المناطق الاخرى لا، يعني على اللي يروب مياه مروي. مش بعلي. نعم مروي. نعم. تمام. طيب بالنسبه للناس، بتقدر تيجي لعندكم على المزرعه تختار تلقط البطيخه وتوزنها وكذا؟ بطيخ مرحبا، احنا من اول سنه زرعنا بطيخ كانت فكره تسويق البطيخ انه لقط بطيختك بايدك. ايوه. يعني المواطن بيجي هو وعياله واهله، بيدخل على المزرعه مباشره، بتجول بين البطيخ، بنقي البطيخ اللي بده اياها، يعني بيجي على الميزان بوزن. حلو. يعني انا عندي ناس كثير تجيني من عمان من الزرقاء، اغلب الناس اللي بيجوا على شمال المملكه اصبحت مزار الان. بطيخ مرحبا بالصيف اصبح مزار، يعني لواء الكوره كان يشتهر بام النمل قبل عسل، يعني الناس تيجي زيارات عليها بالربيع، وبالصيف الان اصبح بطيخ مرحبا، يعني بطيخ مرحبا تحديدا، بدنا نحكي الاحمر والاصفر، بس بطيخ مرحبا اصبح مميز جدا، مذاقه الرائع، واصبح مزار للناس من كافه مناطق المملكه. وطريقه التسويق انه لقط بطيختك بيدك، والناس تدخل على المزرعه وتلقط البطيخ، كانت فكره حلوه كثير، ويعني شهدت رواج كبير، والناس انبسطت فيها، مبسوطه كثير جدا. يا سلام، لازم نزورك زياره شخصيه. يعني يا استاذ محمد، يوم الجمعه يتعدى عدد الزوار داخل المزرعة، يتعدى 3000 شخص. ما شاء الله. ما شاء الله. بعد العصر من فترة العصر للمغرب يتعدى 3000. يا سلام، ما شاء الله، الله يبارك. نعم. ويزيد. برافو، يعني أنت نجحت، تقدر تحكي بهالخطوة هاي والمشروع هذا، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. النجاح كان مش إلي، النجاح أنا بعتبره كان لولاء الكورة ومنطقة مرحبا. يعني
أصبح بطيخ مرحبة نحكي وجهة سياحية. يعني ناس كثير استفادت مع الرشات على الطريق، الناس صارت تبيع شغلات كثير بلدية وبع الموجودة بالمنطقة، فالناس استفادت من الزيارة. وبتوردوا البطيخ للعاصمة؟ نعم بتوردوا. أنا ببعث سيارة لمنطقة معينة بالعاصمة. برافو برافو. قديش تقريبا سعر الكيلو البطيخ الأصفر؟ كل يوم نبعث سيارة لمحافظة أو لمنطقة معينة بالعاصمة. ممتاز. قديش تقريبا سعر الكيلو بالبطيخ الأصفر عم نحكي؟ طبعا البطيخ الأصفر 75 قرش إحنا منبيعه. 75 قرش. وأي مكان بالمملكة 75 قرش. والأحمر؟ الأحمر 35 قرش. مزرعة أي مكان بالمملكة 35 قرش. السلام. والله أنا كتير استمتعت بالحديث معك وكتير انبسطنا فيك، وهذا يعني إنجاز يسجل للواء الكورة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شكرا لوقتك ولهالمعلومات الحلوة اللي زودتنا فيها والصور اللطيفة، ويعطيكوا ألف عافية. شكرا جزيلا. يا هلا بيك. شكرا جزيلا أستاذ محمد شمسي الخريسات، مزارع متخصص في زراعة البطيخ الأصفر وتحديدا بالشمال، تحديدا بلواء الكورة في بلدة مرحبا.